تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا. وكشف كوبلر أنه سيتوجه إلى أديس أبابا اليوم لمناقشة هذه المسألة مع الاتحاد الإفريقي. شرم الشيخ 18/10. نرجع معاكم تاني وموضوعنا الرئيسي واكتر خبر لفت انتباهك خلال الاسبوع، سواء كان خبر ايجابي او خبر سلبي او خبر تتوقع حدوثه خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله. وتعالوا كده نعرف مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتقول ايه خلال الاسبوع ده. دينا، انا عايز اعرف منك انت ازاي كسبتي مسابقة المذيعة الاكثر متابعة في الراديو؟ لا تعرف مني ازاي ده؟ صعب، ممكن تعرفها من القائمين على الموقع، لان من خلال استطلاع راي اعلام دوت اورج. طب انت اللي قدمتي نفسك للمسابقة ولا هم اللي لا اختاروكي؟ انا ما قدمتش نفسي للمسابقه خالص، انا اتفاجئت بوجود اسمي ضمن مجموعه من اسماء المذيعات الرائعات طبعا في المحطات الاذاعيه الاخرى، واكتشفت ان انا يعني حتى مع اصحابي قعدوا يبعتوا لنا الاستطلاع الرأي، اكتشفت ان انا كنت متقدمة، فده شيء اسعدني بصراحة. يعني محتاجين حاجات كتير، بس اهم حاجة كمان الدعم المعنوي، ده اهم حاجة، لان انت ممكن تكون بتشتغل ومحدش مقدر ده، فده بيبقى صعب. طب هو في سؤال بيدور في الأذهان طول الوقت، بالنسبة للبرامج اللي بتبث من أماكن حكومية وبالذات البرامج اللي هي الإخبارية أو الإخبارية لايت، وهي إن نوعية الأخبار اللي بتزوقوها للناس في جهة سيادية هي اللي بتتحكم في الأخبار دي، وهي اللي بتقول لكم تذيعوا إيه وما تذيعوش إيه، وهي اللي بتجيب لكم الجرايد الخبر ده يتقال والخبر ده ما يتقالش والتعليق ده يتقال والتعليق ده ما يتقالش. هل فعلا في جهة سيادية بتتحكم في العملية الإعلامية هنا داخل مبنى ماسبيرو؟ اكيد لا اكيد، انت شايف ان احنا بنتكلم بمنتهى الحريه، ومفيش الكلام اللي بيحصل ده او الاشاعات اللي انتوا بيتم اطلاقها، يعني على اي اساس بيتم اطلاق هذه الاشاعه؟ يعني انت شايف احنا بمنتهى الحريه بنتكلم وبنقول وفاتحين الهوا وفي كل الموضوعات من غير اي تدخل لاي جهات سياديه. يعني اعتقد ان في فصل ما بين الجهه السياديه، لو عملنا حاجه حلوه بيشكرونا شكرا يا جماعه، ولو في حاجه ممكن تكون مش مفهومه بيوضحوها لنا، في نوع من التعاون بشكل كبير جدا يعني ما بيننا وما بين اي جهه سياديه. وبالتالي احنا اصلا يعني بمعنى ايه جهه سياديه؟ هل الجهه السياديه دي المفروض ان احنا اعلام دوله صح ولا لا؟ يبقى من المفترض ان احنا نخلق التوازن ما بين الجهات السياديه وما بين المواطنين، ده طبيعي جدا، فاحنا حلقه وصل ما بين الاثنين، لكن ده يفرض علينا حاجه ما اعتقدش ان يعني ده ممكن. الاخبار اللي انت بتقولها لنا كل يوم الصبح في برنامج طلعت شمس النهارده، انت اللي بتختاريها بنفسك؟ انا اللي بختارها، مفيش حد بيفرض عليكي ولا اخبار؟ ولا حتى في تحرير الاخبار عندنا في راديو مصر، يعني بتتكلم على برنامج، البرنامج حر تماما، وزي ما انت شايف لا في سكريبت، انا معيش سكريبت حتى، يعني انا الورقه اللي انا بشخبط عليها هي باسماء الناس باسماء المداخلات التليفونيه، انا معيش سكريبت ان انا اقعد، مش ملزمه بحاجه، الكلمه اللي انا بقولها مني للناس مباشره يعني، والناس بتتكلم برضو مفيش فلتره، يعني زي ما انت شايف. ففين الجهه السياديه اللي هتخش وهتلحق تعمل ايه وامتى؟ بس اعتقد يعني لو في حتى في اخطاء او في بعض الحاجات، وفي يعني في ماسبيرو ما اعتقدش ان هو كتير يعني، ما اعتقدش حتى في العقاب او في حتى على الاقل في راديو مصر مفيش الكلام ده.